السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي. اليوم عندنا المراجعة الكاملة والشاملة لجهاز النوت 20 الترا. خلينا نعطيك ملاحظات قليلة ممكن تفيدك بالمراجعة الجهاز. اولا، هذا الجهاز واحد من افضل الاجهزة حاليا الموجود بالسوق. لا يستطيع اي جهاز منافسة هذا الجهاز على المواصفات الموجودة به، خاصة القلم والكاميرات وكل شيء موجود بهذا الجهاز. لا يستطيع اي جهاز حاليا موجود بالسوق ينافس هذا الجهاز. حتى لو خليت لي ارقام مش قد ما تخلي، بارض الواقع من تستعمل الجهاز ما راح يثبت جدارته ويا هذا الجهاز. هذا انتهينا من عندها باعتبار هذا الجهاز ملك الهواتف. الملاحظه الثانيه، النوت 20 انا اشتريته بفلوسي، يعني ما حد دز لي اياه، ولا احد انطاني اياه، ولا احد قال لي هاك راجعه. هذا الجهاز ملكي، اللي هسه جاي استخدمه استخدام شخصي. واضحه. الشيء الثالث انه أنا بالنسبة لهذا الجهاز أول ما استعملته فكرت أرجع أبيعه وأشتري نوت 10 بلس. راح أذكر لك السبب بنهاية الفيديو. فبالنتيجة العيوب اللي راح أذكرها والمواصفات اللي راح أذكرها من استخدام شخصي لفترة، وأنا مستمر بالاستخدام الشخصي، مو ألزم الجهاز يوم يومين أراجعه وأنطي رأيي به. مرات تجي عدلة ومرات ما تجي عدلة لأن ما مستخدم استخدام شخصي. فنبدأ بالمواصفات. أول شيء راح أبدأ به البطارية. هذا الجهاز يمتلك بطارية 4500 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع قدرة 25 واط. البطارية بالنسبة إلي كاستخدام يومي حالة من حال النوت 10 بلس، راح تقول لي أفضل من النوت 10؟ لا. شنو اللي لقيته؟ اللي لقيته انه هاي البطاريه تشحن لك ما يقارب الساعه، ساعه وشويه شحن من 20 الى 100% بالنسبه ل 21، بالنسبه ل 25 واط. الشيء الثاني بالنسبه لصرف الشحن للبطاريه، صرف الشحن اذا حولت الجهاز على ال 120 هرتز معدل التحديث وكذلك خليته على الفول اتش دي دقه الشاشه، راح يخلي لي او يصمد عندي 5 ساعات و20 دقيقه وينطيني 21%. هذا كتجربه، انا مستعمل الجهاز 5 ساعات و20 دقيقه صمد عندي وبعدين وصل 21 حطيت الجهاز على الشحن. الشيء الثاني اذا احول الجهاز على الاتش دي بلس، انتبه لهاي اتش دي بلس، وكذلك اخلي توفير الطاقه بالجهاز، راح يصمد عندي الجهاز 6 ساعات وينطيني تقريبا 30 او 29%، يعني ماكو فرق كبير، لكن بالنتيجه انا يفرق عندي بحدود الساعه. كل الاحوال هذا الجهاز فرقه على النوت 10 بلس نص ساعه، نص ساعه حاليا مع ما مستخدمه انا كنت سنه كامله. التصميم، هذا الجهاز واحد من اروع التصاميم بسنه 2020. الموجودة الكاميرات الخلفية الرباعية الموجودة بالجهاز تنطيك لمسة فخامة. انت من تحمل الجهاز باربع كاميرات، صحيح بارزة عن ظهر الجهاز، وهاي الكاميرات الكثير يعيبها على الجهاز. ليش؟ لانه اذا خليته على سطح مستوي ما راح يستقر الجهاز وممكن معرض للسقوط وتنكسر الكاميرات او الزجاج مال الكاميرات. فبالنتيجة الجهاز بشكل كامل انت اول وتالي راح تخليه له حافظة، ومستحيل واحد يستخدم جهاز بدون حافظة. اذا استخدمه بدون حافظة راح يعرضه للكسر، فانت من خليته بحافظة انتهى، خلاص صار لك ظهر واحد ما راح تخشى من اي امور راح تطلع لك بالجهاز. بالنتيجه هذا الجهاز انا شفته واحد من افخم الاجهزه بسنه 2020. الانحناء القليل الموجود بالشاشه بالاطراف ينطيك لمسه فخامه، كاميرات الخلفيه الموجوده بالظهر، الظهر اللامع الموجود المصنوع من الزجاج المغطى بطبقه حمايه غوريلا جلاس 7، اللي هذا ما تخاف على الجهاز حتى لو سقط ما راح يتعرض ببساطه للكسر او الخدوش. فهذا شغله جدا ممتازه من شركه سامسونج مسويت لك اياها بالنسبه للتصميم. بالنسبه للمعالج، هذا الجهاز جانا معالج الاكسينوس 990، الرام 8 جيجا واقولها بحرقه، مع ال 256 اكو حاليا عندنا موجود بالسوق، ال 12 جيجا مع ال 512، وعندنا نسخ السناب دراجون. لكن حقيقه نسخ السناب دراجون اذا كل الامور ماشيه وياها عدله، صحيح هو بالاداء افضل، بالكاميرات راح تكون افضل، لكن اذا كل الامور ماشيه عندك دعم للجهاز قليل. يعني جهاز من يعطيك ابو محل يقول لك انا حد وياك يمكن 7 ايام، مره 7 ايام بعد ما عليه شيء يصير بالجهاز انت تحمل مسؤوليته، وهذا صعب. يعني ادفع 1200 دولار او 1250 دولار وجهازي يقول لي ما انطيك ضمان سنه كامله، يعني حتى لو ضمان سنه كامله عندنا بالعراق مو هالقد قوي، لكن بالنتيجه الجهاز اي شيء يصير به اقل شيء انه الشركه تصلح لي اياه مجاني او تصلح لي اياه بنص سعر اذا انا ماخذه ضمان
عين الفهد او وكاله رسميه عندنا بالعراق، فهذا شيء خاص بي مو خاص بغيري، ممكن انت يفيدك اكثر من عندي السناب دراجون، تقدر تدفع بيه فلوس عادي، بالعافيه عليك. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث انه بالنسبه لاداء الجهاز، اداء الجهاز ما انطاني الفرق الكبير عن النوت 10 بلس صراحه. يعني انت اذا تستخدم النوت 10 بلس من تستخدم هذا الجهاز ما راح عندك يفرق بالاداء. طبعا حد الان ما علق عندي ولا هنق، استخدام سلس وسريع وكل الاوامر اللي انطيه اياه ينفذ ليها بالحرف الواحد. مرات يصير عندك تعليق، مرات بالامور القويه اللي تستخدمها، اذا تستخدم برنامج مونتاج قوي على الجهاز وتستخدم مشغل لك اكثر من برنامج بالخلفيه راح يعدك بمرات يبدي يعلق، يعني اكو بيانات للتعليق لكن بشيء بسيط. هذا الشيء ما راح يبين عندك بهاي الايام، يعني ولا شهر ولا شهرين، ممكن بعد 6 اشهر اكيد راح الجهاز يعلق، انا متاكد من عنده راح يعلق. 8 جيجا قليله بالنسبه ل 12 جيجا اللي موجوده بالنوت 10 بلس. الشيء الثاني انه هذا الجهاز من تستخدم به الالعاب، نعم به حراره، الجهاز بشكل عام بنسبة حرارة 50%، هذا بالأداء. يعني أنت راح تقول لي أكثر من 50 أقل من 50، هذا شيء شأنك، أنا كاستخدام شخصي لي هذا الجهاز من 50 إلى 60% من الاستخدام اليومي عندك به حرارة. الحرارة قد راح تكون الحرارة تلمسها بإيدك، أكو حرارة يعني تلسع، لا يعني حرارة قوية بالأربعينات، لا مو أربعينات، ممكن أقل من الأربعين، يعني ممكن 36 ممكن 37، لكن بالنتيجة الجهاز أكثر حالاته بحرارة. بالوضع البارد يعني مثلا في الليل أو مثلا بالوقت اللي ما بي حرارة شمس قوية الجهاز ما تشوف بي حرارة ولا تلاحظ بي أي حرارة، لكن باليوم العادي اللي بي حرارة مستمرة راح تشاهد أو تلاحظ الحرارة بشكل مستمر أكثر بكثير من النوت 10 بلس. حاليا أنت جاي تقارن مع النوت 10 بلس؟ لا، لكن أنا خارج من استخدام النوت 10 بلس وجاي للنوت 20، اريد شيء افضل لكن ما لقيت الشيء الافضل. بالنتيجه هذا الاداء بالنسبه للجهاز، بالنسبه للالعاب كان جدا قوي صحيح، بالالعاب ممتازه، حتى سرعه الحركه الموجوده عندي جدا ممتازه، مع ما اني ما احب الالعاب بشكل كامل. لعبه ببجي هذا الجهاز ما ينقص لي لعبه ببجي، ليش؟ لان هذا الجهاز مو العاب، وهواي متخصصين بالتقنيه قالوا جهاز النوت 20 الترا ليس جهاز للالعاب، ممكن تستخدم العاب اكيد لكن هو ليس مخصص للالعاب. يعني اكو اجهزه مع الالعاب موجوده حاليا حتى عندنا بالعراق تقدر تستخدم بها مراوح وبها هي اشياء اللي تخلي الجهاز ما يحتر توزع الحراره على الخريطه، بحيث انه الجهاز ما راح يحتر او ترتفع درجه حراره من تلعب بها العاب قويه، فروح اخذ هذا جاك جهاز. هذا الجهاز ما يفيدك للالعاب، هذه انطيك اياها لان مستخدم استخدام كامل. لو نجي للكاميرات، واحدة من أكثر الأشياء اللي صبرتني لاستخدام هذا الجهاز هو الكاميرات. الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل، لكن دائما لا تحكم على الرقم الموجود بالجهاز، احكم على من؟ احكم على الاستخدام. هذا الجهاز 10 ميجا بكسل انطتني صور ممتازة وانطتني فيديو ممتاز باستخدام الشخصي بالإضاءة العالية والإضاءة المتوسطة، أما الإضاءة المنخفضة لا، يعني تنطيك صور حلوة حلوة حلوة، يعني تنطيك فوق جيد جدا، فوق جيد جدا، إي بلي تنطيك فوق جيد جدا، لكن بالإضاءة المنخفضة تلقي بعض الضعف بالكاميرات. الكاميرات الخلفية واحدة من أفضل الكاميرات اللي جربتها بحياتي حاليا بأجهزة سامسونج. يعني اللي صبرني قلت لكم اكثر مره، اللي صبرني على هذا الجهاز انه كاميراته ممتازه، كاميرات الخلفيه بالصور والفيديو، مع ما هو موجود به تقريبا 5X، واني هذا ما اهتم له، مو هالقد عندي شكل اهميه ال 5X، مع ما هو بالاس 20 الترا مخليت لك 10X، لكن ما يشكل عندي اهميه، التقريب هو لو تستخدمه مره لو ما تستخدمه، يمكن اول بدايه ما تشتري جهاز تستخدمه وبعدين مو يم السالفه، تقريب صحيح موجود وتقريب 2X 3X تصير واضحه الصوره، ما اعرف احتمال اكو اجهزه تنطيك افضل، لكن انا اللي مجربها هذا واحد من افضل الاجهزه اللي ينطيك صور او فيديو ممتاز تستخدمه بكثير من استخداماتك حتى بالمونتاج، اذا تريد تصور فيديو وتمنتجه تنقله على اليوتيوب هذا واحد من افضل الاجهزه اللي ينطيك دقة عالية بالفيديو. بالنسبة للشاشة اللي كنا دائما نبدي بها هالمرة انتهينا بها، هذا الجهاز واحد من أفضل الشاشات الموجودة به. هذا الجهاز يمتلك شاشة 6.9 كواد HD بلس من نوع دايناميك أموليد،
والبصمه موجوده بالشاشه، البصمه نوعا ما بطيئه بالجهاز، حاله من حال الاجهزه القديمه، لكن انا اشوفه اسرع من النوت 10 بلس. مع ما انا فعلت اربع مكانات الاصبعي، يعني اربع مكانات على مود ايش وقت ما اخلي اصبعه راح يستقبله، واستقبله بشكل ناجح. انا حاليا هسه ما اعاني نهائيا من البصمه، مجرد اخلي اصبعي راح يفتح عندي. فتحه البصمه عندي سريعه حد 90% لانه فعل اصبعي اربع حالات. ما الشاشه اللي راح تكون مغطاه بطبقه حمايه غوريلا جلاس 7، وهذا افضل شيء موجود بالجهاز مع الكاميرات الوحيد او حاليا من القلائل الموجود يحمل هاي الطبقة حماية غوريلا جلاس 7. هذا الجهاز يمتلك شاشة ممتازة حقيقة، من شاهد بها أفلام تنطيك الدقة وتشبع الألوان. شاشة سامسونج، يعني منو عنده غبار على شاشة سامسونج؟ منو عنده اعتراض على شاشة سامسونج؟ واحدة من أفضل الشاشات حاليا موجودة، وما أتوقع أكو منافسين موجودين كثار بالنسبة لهذه الشاشات. يعني تقدر تقول هاي واحدة من أفضل الشاشات اللي موجودة بأجهزة سامسونج من خلقة سامسونج الأجهزة لحد الآن، أو من صنعة أجهزة لحد الآن. هذا الجهاز يمتلك قلم، والقلم شغله جدا سريع. الميزات اللي قدمت إنها شركة سامسونج السنة ما قدمت إنها فتشي واو مثل كل سنة، لكن انطني سرعة بالاستجابة، سرعة اللمس موجودة على الشاشة جدا سريعة، سرعة بالاستجابة بالنسبة للجهاز. مع ما أنه الجهاز هو يمتلك معدل تحديث 120 هرتز ومعدل لمسي يكون 240 هرتز. شاشة ما بيها كل غبار، يعني شاشة سامسونج ما راح تعترض عليها، شاشة كبيرة وسينمائية، تشبع ألوان، دقة ممتازة ومتعب المشاهدة. شاشات سامسونج بالأكمل. خلاصة للفيديو هو المميزات والعيوب. نجي للمميزات، هذا الجهاز شنو مميزاته؟ واحدة من أفضل المميزات الموجودة أنا مستخدم نوت 10، فهذا الجهاز أنا أستخدمه لازم يعطيني فشي أفضل. أنا ما أذكر لك نفس المميزات الموجودة بالنوت 10، راح أذكر لك مميزات اللي لقيتها أفضل من نوت 10. واحدة من مميزات الجهاز أنه الكاميرات، كاميرات خرافية حقيقة، عجبتني بشكل ممتاز. كاميرا أمامية والكاميرا خلفية، يعني تقدر تعتمد عليها بشكل كامل بدون اي تعديلات. كاميرا مجرد تلقطها تقدر تنشرها باي موقع، مواقع التواصل الاجتماعي. الشغلة الثانية انه الموجودة بالجهاز الشاشة الجميلة وسرعة اللمس اللي حلوة بالجهاز، كذلك سرعة استجابة القلم والترجمة. هنا عندي ما كنت مستخدمها بشكل كامل بالنوت 10، لا استخدمتها هسه بشكل ممتاز، يعطيك حلاوة باستخدام الجهاز. هذا اكثر شيء يعني لقيته بالجهاز، فشيء مميز بالنسبة لي. مع ما اني مخلي بالي انه جهاز بي طبقة حماية غوريلا جلاس 7، هذه راح تعطيني امان بانه جهاز اذا سقط ما راح ينكسر، لكن اذا كان السقوط صغير دائما او مسافة قليلة ما راح تنكسر الشاشة ولا ظهر الجهاز. حقيقة العيوب اتحملها، يعني العيوب اللي شفتها بالجهاز ممكن تغير رايك تخليك تشتري غير جهاز، ممكن تغير رايك تخليك ترجع النوت 10 بلس، وهذا اللي فكرت بيه. بعدين الكاميرات خلتني اثبت او استقر على النوت 20 الترا. واحد من العيوب الشحن، جهاز شحنه 25 واط، المفروض سامسونج تخلينا بالعلبه 45 واط. الشحن رضينا بال 25 واط، شنو المشكله اللي بيه؟ المشكله انه من تشحن الجهاز تخلي الجهاز على الشحن وتستخدم الجهاز. هذا دائما يصير عندي، يعني دائما استخدم هاي ان شاء الله. اذا تقول لي الشركه تقول لك هذا الاستخدام غلط ما يصير، لكن انا هذا استخدام، يعني انا مشتري جهاز بفلوس، مشتري اذا مليون وربع السعر الموجود بالسوق، اكيد اريد استخدمه بالشكل اللي يعجبني، مو الشكل اللي يعجب الشركه. لي الشكل اللي يعجبني من احط الشحن على الجهاز، احطه على الشحن واستخدمه، الشحن ما جاي يصعد، ما يصعد، يعني عندي برامج يوقف يجمد الشحن، يجمد بها ما يصعد ولا درجه. البرامج يصعد لك درجه، يصعد لك درجتين، حلو حدود ساعه فوق الساعه يلا يصعد لك 8 درجات، مو حلو ابد. بعض البرامج ينزل، بعض البرامج ينزل لك اذا كان 86 ينزل 84 ينزل 85. هذه تجربه شخصيه، من اقول لك تجربه شخصيه، انا مجرب الجهاز صار لي فتره، يعني انقل لك شنو اللي لقيته بالجهاز. عيب الاول مال الشحن جدا ازعجني. اذا تقول لي خلل بالشاحنه بدلت الشاحنه، ما صار عندي هذا الشيء، يعني ما تغير عندي هذا الشيء، بديت اكثر من شاحنه ما صار عندي هذا الشيء. مع ما انه عندي بالنوت 10 بلس لو مو احطه على الشحن ولو مو استعمله، حتى لو استعمل بوبجي اللي تصرف شحن هم تصعد، يصعد الدرجات مال الشحن لان ما تقبط ال 100. الشيء الاول، الشيء الثاني انه جهاز الرام قليل، بذكر الرام 8 جيجا انا اشوفه قليل، يعني سامسونج لو منزله 12 نفس ما منزله بالنوت بالاس 20 الترا ما راح يضرها اي شيء، ما راح يضرها. ليش منزله 8 جيجا؟ تحسسني بانه اجهزه المتوسطه، اجهزه ام 51 اللي مخلت له رام 8 والنوت 20 الترا تخلي لي رام 8، شلون جاي تقيس سامسونج؟ ما ندري.
صح المعالج يختلف، صح الاداء يختلف، اكيد انا لازم افضل هذا الجهاز. هذا الجهاز من مخليه لي $1000 لازم له فد اشياء تخليه بالقمه، مو اخذ لي جهاز حاله من حال الاجهزه المتوسطه بالرام. سعر هذا الجهاز بما انه بيه مشاكل، بما انه بيه رام 8، المفروض سامسونج تخليه $800 مع ما اني هذا الجهاز وصل عليه $800. انا ذكرت لكم اياها فتح الصندوق، هذا الجهاز وصلني ب $800 لكن سعره بالسوق حاليا ما يستحق. انا اقول لك ما يستحق ال $1000، هذا يستحق 800-850 حتى $900 مع الهدايا على مدير يرجع عندك لل $800. هذا الجهاز صار عليه ب $800 لكن حقيقة ما يستحق ال $1000. نوت ما يستحق، نعم ما يستحق بمشاكل. اللي حبيت ريدت انطيكم اياه، اذا انت مشكلتك نفس مشكلتي بالشحن والحرارة هذا الجهاز ما يفيدك، اذا مشكلتك للالعاب هذا الجهاز، تريد الالعاب هذا الجهاز ما يفيدك، اذا غير شيء لا هذا الجهاز ممتاز، يقدم لك اداء سريع وسلس، يقدم لك كاميرا ممتازة اللي هي هاي المضبوطة، يقدم لك فخامة بالشكل والاسم كافي عليه. هذا ما مهتم لهن ولا تعتبر مشاكل، اخذ الجهاز بالعافية عليك، وخاصة اذا تاخذ سناب دراجون يكون افضل لك، لكن تأكد من الضمان بالنسبة للجهاز. نهاية الفيديو، اعذروني على الإطالة، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة. وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي امان الله.